حياكم الله مجددا في هلا بالعرفج. وصلنا معكم إلى فقرة مزاين الكتب، ولا بأس أن نذكركم بقواعدنا الأربعة في هذه الفقرة. أولا، نحن نقدم هذه الفقرة استنانا بما يقوله العقاد أقرأ، لأن حياة واحدة لا تكفي. وأيضا قراءة أو وجهة النظر التي يقدمها الدكتور أحمد العرفج عن الكتاب هي تمثل وجهة نظر الشخصية اللي تقبل الاتفاق كما تقبل الاختلاف، أن القراءة الانطباعية اللي تقدم عن الكتاب وأهم نقاطه لا تغني عن قراءته. وأيضا هذه الفقرة تأتي مواكبة لما تدعو إليه رؤية السعودية 2030 من مجتمع معرفي مطلع وقارئ ومثقف. مزايين الكتب اليوم ستكون عن كتاب مدرسة العلوم الشرعية بالمدينة، لكن الذي قدم لهذا الكتاب واحد من الأصوات الإعلامية الجميلة جدا، واللي وضعت بصمتها في الإعلام السعودي بشكل جميل، واللي نوجه له كل التحية والمحبة والتقدير على قبول الظهور معنا في هلا بالعرفج وعلى قراءة هذا الكتاب، الأستاذ وائل رفيق. مساكم الله بكل خير. أنا سعيد جدا اليوم بتلبية دعوة يا هلا بالعرفج للحديث عن مدرسة العلوم الشرعية بالمدينة المنورة من خلال هذا البرنامج، وللي جمهور عريض في المدينة المنورة، وأعتقد لسببين. السبب الأول قوة الإعداد والمادة المتنوعة اللي بتعرض في هذا البرنامج. السبب الآخر هو ظهور في أحمد العرفج عامل المعرفة ابن المدينة، واللي دائما ما يذكر المدينة بكل خير، وأهل المدينة أحبوه وهو يحبهم. الموضوع الآخر هو كتابنا اليوم، مدرسة العلوم الشرعية في المدينة المنورة. هذا الكتاب الذي يحكي تاريخ هذه المدرسة المئوية التي لها أكثر من 100 عام. طبعا تؤسست المدرسة على يد أحمد الفيض الأبادي في عام 1341 بمشاركة عبد الجبار الدهلوي. هذه المدرسة أخرجت الكثير من الأفداد، أخرجت الكثير من العلماء، أخرجت الكثير من المفكرين، أمثال الشيخ محمد بن علي الحركان وهو أول وزير للعدل في المملكة العربية السعودية. أيضا أنجبت هذه المدرسة الأديب الكبير عبد القدوس الأنصاري، واللي أسس مجلة المنهل الأدبية السعودية الشهيرة. بقي أن نقول بأن السيد حبيب رحمه الله أشرف على هذه المدرسة لفترة طويلة، وأبناؤه البررة حتى هذه اللحظة هم يتابعوا هذه المدرسة وتقديمها لعطاء التعليم. نشكر السيد عدنان حبيب ابن السيد حبيب، وذلك لتجاوبه مع دعوة البرنامج، وقام بإهداء هذه النسخة الفريدة التي تعتبر في هذه الفترة بين يدي أحمد العرفج للحديث عن هذه المدرسة العريقة في المدينة المنورة. أستذكر دائما الأستاذ الدكتور عاصم حمدان رحمه الله، عندما كنا نجتمع في بعض المجالس في المدينة كان دائما ما يذكر هذه المدرسة بكل خير، وعن أهميتها في إخراجها للكثير من الأدباء والمفكرين، وكيف كانت رافدا تعليميا مهما في هذه البلد الطيبة. شكرا جزيلا لكم. شكرا جزيلا للأستاذ وائل رفيق، والتعليق عندك دكتور. وأنا أكرر الشكر يا أخي رفيق، هذا لما تكون جنبه وائل تحس بالرفق، هو رجل للأمانة عنيق، دائما إذا جيت المدينة ألتقي فيه. الآن عندنا عدة محاور في الكتاب. أنا سعيد أن الكتاب هذا طبعا طبع 1990 لما دخل صدام الكويت، الناس مع انشغالات الحرب صدر الكتاب. ما في نسخة اللي عند وائل واحدة وعندي واحدة، مع أنه كتاب ضخم ومهم. خلينا نبدأ أول شيء بموضوع المؤلف طارق أبو طارق الله يرحمه، محمد العيد الخطراوي، هذا الباحث القدير، صديق ومعلم لنا وأديب. يعني شوف، نادرا تلقى الأدباء يمتازوا بحس الفكاهة العالي، هو حس الفكاهة حتى المصريين ما يسمون الخطراوي، يسمون الخطر أوي، الخطر أوي. وابن طارق الآن أظنه في الإعلام ما شاء الله، حتى ذريته منتجة. طارق أبو طارق الله يرحمه عنده كتب عن مكافحة التدخين والعلوم الشرعية والبحوث والفرائض، وهو شاعر وأديب، ومن أوائل من قدم الشعراء ببرنامج اسمه شاعر من أرض عبقر، طلع في 3 مجلدات، سوى حوارات مع الناس اللي توفوا، أكثرهم الأدباء الكبار، لحق هو بداية شبابه لحق على الكبار وسوى معهم حوارات. هذا ما يخص المؤلف رحمه الله. لما نجي للكتاب هذا، أنا أقرأ في المناهج حقتهم، لقيت أن وين البداية؟ أيوة هنا البداية.
السيد حبيب اللي هو آخر مدير للمدرسة لي قصة معه إن شاء الله حربيها البرنامج الراحل لما يسوون حلقة عن 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 الرجل هذا. لكن الرجل ذا يا أبو يحيى تقريبا الملوك سعود رحمه الله وفيصل وخالد وفهد وعبد الله كلهم رحمه الله سلم عليهم، وبعضهم زاروا في بيته. في الصورة هنا الملك فيصل وهو يزوره، كان وجيها ومن أوائل من أسس إلى العمل الخيري. وكان يقول عنهم أحد الباحثين يقول إنه أسرة حبيب نصف وقتهم لهم ونصف وقتهم لقضاء حوائج الناس. الخطراوي يقول في الكتاب أنه عام 1330 جاء رجل اسمه محمد علي زينل وألف أسس مدرسة الفلاح في مكة، مدرسة شرعية. وفي عام 1340 جاء السيد أحمد والد السيد حبيب وأسس مدرسة العلوم الشرعية لتخريج جيل واعي متعلم ينشر العلم الشرعي والعلم اللغوي في المدينة المنورة. طبعا المدرسة انطلقت، الملك سعود زارها، طلعت حرب زارها، في مكاتبات هنا موجودة بين الملك عبد العزيز والسيد حبيب، وكان يثني عليهم ويساهم معهم ويقول أنا أدعمكم في أي شيء تحتاجونه للمدرسة. المدرسة كانت منارة في المدينة، أي ضيف يزورها من رئيس تونسي رئيس مصري يزور المدرسة، لأن كانت واجهة حضارية وما زالت. أنا لما كنت صغير يا أخي كانوا أمنياتي أروح أدرس في العلوم الشرعية، كانوا طلاب مدرسة العلوم الشرعية مشخصين زارين زرارهم هنا وحاطين قلم، حنا يا دوب شهبان معانا مراسيل ما هي مبرية، هم فين تدرس في العلوم الشرعية؟ يعني صارت هذه زي ما تقول مهنة، ما هي طالب وبس، لا أنت تقول زي لما تقول مثلا جامعة الفلك فهد البترول المعادن هيبة. كانت مدرسة العلوم الشرعية كذا المدرسين الخطرة، كانت تعطي أي مراحل من الابتدائي للثانوي؟ لا، المدرسين محمد هاشم رشيد الله يرحمه، علي حسن الشاعر أبو الوزير علي الشاعر، يعني فطاحلة العلماء عبد القدوس الأنصاري يدرسون فيها. في هنا لقيت أنه يجتاز في السنة الخامسة كتاب الأشياء، إيش الأشياء؟ طلع العلوم. وأيضا في الصف الرابع أن يجتاز مادة مسك الدفاتر، كيف يتعلم يمسك الدفتر ويكتب. طبعا فيها طرائف كثيرة هنا. خلونا نتكلم أكلمك عن المدرسين الأوائل، أول الرعيل الأول وهم الشيخ الأمين الأزمرلي، الشيخ صالح الزغيبي، الشيخ محمد نمنكاني، الشيخ أحمد بساطي جد مذيعتنا القديرة ريم، وأيضا عبد القدوس الأنصاري والشيخ عبدالله الخربوش. هذولا الأساسيين أول دفعة درست في الذا. نجي يا طويل العمر المواد قلنا أنها غريبة. القراءة في نوعين قراءة، القراءة باللغة الحركات مشكلة وبعدين يختبروك ويشيلوا الحركات ويشوفون هل تغلط ولا لا. لو جينا طال عمرك إلى الوزراء اللي تخرجوا من المدرسة، زي كما قال أخونا وائل محمد علي حركان رحمه الله، محمد عمر توفيق رحمه الله، عبد القدوس الأنصاري، عبد العزيز الربيع، محمد هاشم رشيد، عبد الفتاح، أبو مدين، إبراهيم غلام، وأيضا علي حسن الشاعر أبو الوزير السابق رحمهم الله. بعدين نجي في أسر تخرجت من أول ما درسوا إلينا الآن ومتخرجون، بيت عسيلان، بيت سمان، بيت جلي خليل، بيت خجا، بيت بشناق، بيت شقرون، أبو الفرج التونسي، عويضات، هذولا أسر تخرجوا ما شاء الله أكثر من طالب تخرج من المدرسة. فلما نجي أخيرا نتكلم عن اللي زاروها، طلعت حرب، حافظ وهبة، محمد الدباغ، لأكثر من الآن 80 سنة والمدرسة ما زالت تخرج بجودة عالية ما شاء الله، الله يديمها إن شاء الله، وهي الآن أصبحت معلم من معالم المدينة. بما أن الكتاب ما فيه إلا نسختين مثل ما تقول، ما أعرف إذا عندك ملاحظات معينة أو لا، يمكن على النسخ ما فيه بس على المحتوى كيف؟ والله لا، المحتوى في بعض المعلومات الشيخ الخطراوي لما كتبها هي واضحة في ذهنه، ما يدري حنا الطلاب اللي نجي بعد 50 سنة ما نقرأ. لكن أيضا في ملاحظ ذكرها أبو عبد الرحمن بن عقيل الظاهري الله يقومه بالعافية، قال إني زرت المدينة وأعتقد إنه مكتبة السيد حبيب أكبر مكتبة في الوطن العربي، ولله الحمد أن أبنائه المباركين والذرية الصالحة جعلوا المكتبة الآن عامة مفتوحة للناس، وهي للأمانة تعتبر من أضخم المكتبات الخاصة في السنة. طيب ليش ما أعيد طباعة الكتاب؟ والله أنا أعتقد أنه أبنائه طلعوا كتاب يمكن نعرضه في يوم من الأيام عن السيد حبيب. هذا تاريخ المدرسة، إحنا يهمنا المدرسة هي اللي تهمنا، ما أدري ليش الأولاد وما طلعوه أو ما جددوا الكتاب، مع أن الكتاب الحقيقة لا يحكي فقط
المدرسة، يحكي أيضا الحياة الاجتماعية يا رجل، المراسلات في المدينة، المراسلات طيب ممكن أي جهة في المدينة مثل نادي الأدبي، إمارة المدينة، نتمنى المكاتبات اللي بينه وبين ابنك عبد العزيز اللي يقول له أبغى ابنك سعود يزورنا، قال لا مانع إن شاء الله يزوركم بس ينتهي من المهمات اللي عنده وتنتهون أنتم من زحمة الحجاج. طيب خلنا نعرض الكتاب بس دكتور، نعرض غلافه للكاميرا إذا سمحت، ونوجه الدعوة إلى يعني الجهات المسؤولة في المدينة المنورة. أعتقد إنها هذا الغلاف ظاهر على الشاشة الآن. شوف الشهادات كيف تغير. نعم. خرج من السربول. إنه يعني دكتور. ممكن تعاد طباعة هذا الكتاب ويصير في المتناول وفي المكتبات. بنروح إلى فقرة برواز.